في إطار الدور المصري الداعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية، التقى السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية مع معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني. خلال اللقاء سلم السفير أحمد فاروق رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك، كما تضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه عبر رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن وتطلعه لإتمام الزيارة بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين. هذا واستعرض سفير أحمد فاروق مع الشيخ سلطان البركاني جهود تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، كما التقى أيضا بالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.